اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وزد وبارك وترحم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة بنت أسد ولما تتابعت الشهور وقرب وقت خروج ولدي ما مررت بحجار ولا مدر ولا شجر إلا ويقول لي هنيئا لك يا فاطمة بما خصك الله بهذا المولود المبارك من الفضل والشرف، وكنت أسمع من وهو في بطني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، بمحمد تختم النبوة وبعلي تختم الوصية، وكان إذا دخل النبي فاطمة وهي جالسة لم يكن لها حيلة تمنع نفسها عن القيام، فينهض بأمه وتقوم إجلالا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله، ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيرد رسول الله عليه السلام، فتعجب أبو طالب من ذلك عجبا، فقال أبو طالب يا فاطمة ما يحملك على القيام إذا جاء النبي محمد ودخولي عليك؟ فقالت ليس لي حيلة في القيام، فقال أبو طالب يا فاطمة أمسكي نفسك عن القيام وأنا أعينك على ذلك، لننظر ما يكون من أمر هذا المولود المبارك. فلما أقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله عليه وآله، بيت أبي طالب على العادة السابقة، نام أبو طالب على قدمي ومسك كتف زوجته فاطمة بيده من خلفها، فلما أحس علي عليه السلام بدخول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله، اختطف أبويه وقام بهما حتى وقع أبو طالب مستلقيا على قفاه على الأرض، فعند ذلك تبسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله، حتى أضاء منه المشارق والمغارب، وقال لعمه أبو طالب لا تتعجب يا عما، فلو كانت الدنيا لا عروة لحملها ابنك هذا بإصبع من أصابع بقدرة الله تعالى. فعند ذلك فرح أبو طالب فرحا عظيما وحمد الله وأثنى عليه،
قال فلما كان في تلك الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثه وإذا بفاطمة قد أتاها أمر الله تعالى وسمعت قائلا يقول يا فاطمة عليك بالبيت الحرام ثم أن فاطمة أتاها المخاف وأتاها ما يأتي النساء عند الولادة قال أبو طالب فقرأت عليها الأسماء التي في النجاة فسكن عنها بإذن الله تعالى فقلت لها لم لا آتيك بنسوة من قومك وبنات عمك ليعينونك على أمر الله على أمرك فقالت الرأي لك فأرسل إلى نساء بني هاشم فلما حضرت النسوة سمعوا هاتفا من وراء البيت وهو يقول لي يا أبا طالب رد النسوة عنها فإنه مولود طاهر مطهر لا تمسه إلا يد طاهرة فلم يستتم كلام الهاتف إلا وقد أقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله ورد النسوة عنها فخرجنا من البيت وخرجت فاطمة من بيتها وقصدت البيت الحرام ووقفت بإزاره وقد أزعجها الطل فرمقت بطرفها نحو السماء وقالت يا ربي إني مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلته ورسول أرسلته وبكل ما جاء به النبي محمد عبدك ورسولك وإني مؤمنة بجميع أنبيائك ورسلك ومصدقة بكلام رسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وكلام جدي إبراهيم خليلك وقد بنى بيتك العتيق وأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبحق نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق نبيك وصفيك محمد وبحق هذا الجنين الذي آنسني بتسبيحه وتهليله وتكبيره قال فلما فرغ الهاتف من شعره حتى انشق البيت الحرام وتساطعت الأنوار وزجها جبرائيل عليه السلام في جوف الكعبة وغابت عن الأبصار وانسد الموضع الذي زجها جبرائيل منه كما كان أولا بإذن الله تعالى قال أبو طالب فأشفقنا عليها من تلك الحالة وأردنا أن نفتح الباب لنصل إليها بعض نسائنا فلم نستطع إلا إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا فعلمنا أن هذا الأمر من قبل الله تعالى فرجعنا إلى منازلنا قالت فاطمة فلما دخلت الكعبة شرفها الله تعالى جلست على الرخامة الحمراء ساعة وقد كشف الله عن بصري فرأيت جبرائيل قد هبط عندي في جوف الكعبة ومعه صفوف من الملائكة وضرب على الكعبة ألف ستر وألف علم من نور ما بين السماء والأرض
ثم صعد إلى السماء ومعه جبرائيل وميكائيل وكثير من الملائكة، وطافوا بالبيت الحرام ثم أقبلوا عليه ومعهم ولدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مستمعين الكرام، استعدوا للقيام، يقلبهم كالبدر الصافق في أوساطهم وهم عن يمينه وشماله، وسمعت جبرائيل عليه السلام يقول: يا محمد، ربك يقربك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: استقبل علي عند خروجه من بطن أمه. قالت فاطمة: ثم جلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم معي ساعة، وإذا أنا قد وضعت أفضل الصلاة. Ha ha ha!